غدا 21 سبتمبر يبدأ العد التنازلي للانتخابات التشريعية المقبلة بفترة التسجيل الآلي للناخبين بعد مصادقة مجلس الهيئة على رزنامتها اليوم. تنطلق عملية التسجيل الآلي للناخبين يوم 21 سبتمبر، ثم في الفترة الممتدة من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر هي مرحلة النزاعات في قائمة الناخبين، وفي نفس تلك الفترة تتاح عملية التحيين بإثبات العنوان الفعلي بالنسبة لعموم الناخبين، ثم ننتقل إلى مرحلة تقديم الترشحات والتي تمتد من 17 إلى 24 أكتوبر 2022، ثم مرحلة النزاعات في قائمات المترشحين المقبولة أوليا من 2 إلى 20 نوفمبر، ثم الحملة الانتخابية من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر. وتبدأ عملية الاقتراع بالنسبة للتونسيين في الخارج يوم 15 ديسمبر لتمتد على 3 أيام حتى 17 منها موعد الانتخابات التشريعية في دورتها الأولى. لتعلن الهيئة عن النتائج الأولية يومي أو في المدة من 18 إلى 20 ديسمبر، ثم نمر إلى مرحلة النزاعات في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية من 21 ديسمبر إلى 18 جانفي 2023، ويقع الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التشريعية يوم 19 جانفي 2023. دورة أولى حسمت رزنامتها في انتظار النتائج التي قد تسفر عن ضرورة المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات في بعض الدوائر عند الاقتضاء.